الضرر الى اخره، ما كنوش يعني بهذا الشكل. حتى هذوك الناس في داعش اليوم، داعش ملي كتبغي تاثر على الناس في العالم، اش كدير؟ كتصيفط لك صور ديال الناس كتقتلهم، ها، تعدمهم. وهل قرات تلك الصور؟ هي صور بشكل دقيق ورائع جدا، قام بها وانجزها متخصصون في تصوير السينما. جودة عالية جدا. بمعنى حتى داعش هي الان هو التطرف المطلق اذا بغيت، ويعتمدون اساسا على ان هذه الوسائل من اجل التاثير في العالم ومن اجل خلخلته العالم. وبالتالي حتى الان تم فقيه في المسجد كيستعمل السي دي، وكيستعمل الوسائط الجديده، وبعض الحملات الانتخابيه عندنا تمر بهذا الشكل. بمعنى انه الان مفروض على الظالمين وغير الظالمين، ولكن كيبقى احنا كيف نقرا هذه الصور، وكيف نتعاطى معها بشكل ايجابي، بشكل علمي، بشكل عقلاني. طبعا كيف يعني الشباب كما اشار الشاب يريد ان يشتغل في السينما، وفعلا القوانين الجديدة يعني معقدة تماما. يعني باش تاخذ الرخصة خصك اولا باش تصور فيلم خصك يكون عندك شركة، ها، شركة ديال الانتاج. شركة ديال الانتاج خصك يكون عندك 50 مليون سنتيم محطوطة. اذا هذا باش يعطيك رخصة. لا تسلم الرخص اليوم الا لشركات الانتاج. بعض المدارس ديال السينما شنو كدير؟ كيصوروا لانه الطلبه خصهم ان بروجي دو فان ليتود، يعني واحد يعني خصو يصور فيلم في نهايه المرحله الدراسيه. اش كيدير؟ كيصور الفيلم داخل واحد الاطار مغلق اللي ما كيحتاجش فيه رخصه. ولكن الرخص الان كاين صراع كبير ما بين المدارس ديال السينما وما بين حتى الجمعيات الثقافيه اللي بغات تصور فيلم، حتى هي خاصها. ولكن الاداره اليوم تقول لان تسال ديال الارهاب والناس اللي كيجيو من برا كيصوروا كيصوروا بعض الاشياء ويعرضوها في بعض القنوات التلفزيونيه بخلفيه ديال الاضرار نسميوها حنايا بالثوابت ديال المغرب عليها. وقع نوع من التشدد في تسليم الرخص، ومع ذلك الدولة ستقوم بهذا. المقدمة كيقوم بالواجب ديالو، وخاصنا كم الشباب اليوم ما كيخفى الدولة ما كتخفى عليها حتى شي حتى على شي